مشاهدينا رح نحكي أكثر عن المعرض الخاص بالفنان جوزيف فالوغي، معرض تقاسيم. بصرنا كثير نكون باللقاء التالي مع جوزيف فالوغي الفنان التشكيلي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك جوزيف فالوغي، حضرتك فنان تشكيلي. المعرض تم افتتاحه امبارح، معرض تقاسيم، ومستمر بإكزود من هلا لغايه 17 تشرين الثاني. صح، خبرنا عن تقاسيم اكثر. كل معرض انا بعمله بيكون له ميزه، يعني معرض سنه الماضيه كان اسمه بوين دو فيو، وجهه نظر، يمكن هلا كمان هيدا وجهه نظر، بس بيختص اكثر بعلاقته مع الموسيقى. يعني سميته تقاسيم لأنه نعرف تقاسيم على العود والتقاسيم على الكمان وتقاسيم على الآلات الموسيقية اللي هي كلها تعطي شيء للسمع. هون أنا حبيت أنه التقاسيم تكون على اللون، لأنه أنا بشتغل على اللون أكثر ما بشتغل على التعبير الشكلي يعني المحدد. بقى باللون والألوان التجريدية فيك تلعب فيها وفيك تنغم فيها وفيك تربطيها مع بعضها، لدرجة أنه صرت أقول أنا ليش ما بنسمعها كمان الألوان. الألوان صحيح منشوفها، بس لما منفوت بقلبها أكتر منصير نحسها أكتر ومنصير نسمعها أكتر. من هيك ربطت بين الموسيقى وبين اللون وسميت تابلوياتي على أسامي إلى علاقة بالموسيقى تقريبا. خاصة أنه يمكن كنت عم نحكي تحت الهواء أنا وياك، حابب أنه تكون كل الحواس مجتمعة لا تكون عم تتلقى هالقطع الفنية اللي حضرتك عم تشتغلها. صح صح، نحن هلأ بعالم يعني إذا بدك إعلامي كبير. قبل كان مثلا المطرب بس تسمعيه على الراديو، هلأ صار بتسمعيه وبتشوفيه وبتشوفي الألوان وبتشوفي الحركة وبتشوفي كل شيء. من هيك أنا حسيت أنه هاللوحة كمان مش بس منشوفها بعيننا، الحواس التانية مثل ما تفضلت وقلت كمان بتشترك فيها. أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية إلى ريحة بتحس إن بتحسي إنه الشم كمان عم بيدخل، الإيد عم تتحرك فيها تتشتغل، بتحسي إنه اللمس كمان عم يشترك. امبارح لاحظت بالافتتاح إنه في ناس جايبين معهم أولادهم صغار ليتفرجوا، وبتفاجأ إنه ولد صغير أنجى إطالة اللوحة عم يجرب يحط مرق صبيعه على الألوان، لأنه أنا بشتغل ألوان نافرة. فإذا هون اللمس كمان عم بفوت بالقصة، وكل الحواس بحسها أنا سمع. بقول أنا ليش اللون ما بنسمعه؟ يعني اللون هو تموجات وزبزبات، مثل ما هو الصوت زبزبات وتموجات، فإذا في اشتراك بين بعضهم. وإذا شملنا كل حواسنا لحتى نقدر نتذوق هذا الفن، نتمتع. رح ناخذ فاصل قصير ونرجع نتابع لقائنا معك. شكرا. مع أكيد موجز الأخ متابعين لقائنا مع جوزيف فالوغي الفنان التشكيلي. بدنا نشوف اللوحات سوا ونعلق عليهم. في موضوع واحد تم واحد موحد بهاللوحات، اي مثل ما قلنا، مثل ما قلنا العنوان هو تقاسيم، يعني بيعني انه شيء له علاقه بالموسيقى وقرابه الموسيقى مع اللون والفن التشكيلي. بقى لما بنشوف اللوحات كمان يمكن الواحد بيقدر يلاحظ أكثر هالعلاقة المتينة. نعم أكيد. بدي أذكر كل المشاهدين اللي عم بتابعونا، المعرض إكزود ببيروت مستمر لغاية 17 تشرين الثاني من الاثنين للجمعة. المعرض بيفتتح أبوابه من تمام الساعة 11 للساعة 6، ونهار السبت من 3 للستة. كمان فيها كل العائلة تزور، مثل ما كنت عم تقول مبارح كان في أطفال يعني بالافتتاح. هذه شغلة مهمة كتير، نعود ولادنا على زيارة هيك معارض لحتى يعودوا نظرهم من هنا وصغار على الأشياء الحلوة. هيدي اسمها ميلودي اللوحة. هيدي اسمها شانسون ديتي، أغنيات صيفية. بتحسي إنه الأشكال إلى علاقة ببعضها، فايتة ببعضها. يعني هيدا أسلوبي أنا، وفي سماكة باللون مثلا. هيدي اسمها نهواندي اللي مرقت، هيدي اسمها حجاز كار، هن مقامات موسيقية عربية. هون منظر من الحضور. كيف كانت ردود الفعل؟ كتير إيجابية. أنا حسيت إنه في ناس يعني إن كانوا هن بعالم الفن أو بعالم إنه تاني،
كانوا عم بيعبروا عن سرورهم وفرحهم بمشاهدة هالألوان. الفرحة أنا بركز على الألوان الفرحة لأنه الفرح عندي هو بدمي، حتى بلحظات اللي بيكون فيها حزن أو بيكون فيها شيء ما بيغيب الفرح، لأنه الفرح هو الاستمرار وتخطي المصاعب. نعم. والأمل بالوصول إلى من خلال المراحل اللي نمرق فيها لوصول الفرح أكبر. بدنا نرجع نكرر أكيد الدعوة لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا بختام هذا اللقاء، ونتشكر حضورك معنا. أنا بتشكركم. في إكزود لكن مستمر المعرض لغاية 17 تشرين الثاني. كونوا كتار من الاثنين للجمعة، المعرض فتح أبوابه من الساعة 11 لتمام الساعة 6، ونهار السبت من 3 إلى 6 والأحد أكيد مغلق. أهلا وسهلا فيك مرة تانية جوزيف. أهلا فيك، بشكرك على المقابلة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل.